باش كتشوف ما قيل وما يقال، والتقسيم ديال الجمهور المغربي ما بين شقين، شق ما مع وما ضد، وما قيل على المسلسل المكتوب كنموذج. فما نكذبش عليكم، انا دائما تنبقى كفنان، ما تيمكنش لي نعطي الراي ديالي، تيمكن لي نشجع الزملاء ديالي والاخوان ديالي في جميع البرامج التلفزيونيه اللي تتدار، سواء دراميه او سواء سيت كومات او كاميرا خفيه، فتنبقى وحنا كمبدعين ضروري نشجعوا بعضياتنا، ولكن تيبقى الحكم الاخير هو الجمهور، هو المشاهد، واش هاد البرامج الدراميه تترقى لتطلعات المشاهد المغربي. فانا دائما تنقول بان النقد مدرسه، حنا ما تنقولوش الكمال، الكمال لله، ولكن كما كان الحال اننا بالنقد وبالنقد ديال النقاد ولا ديال الصحفيين ولا ديال المشاهدين، فبهم حنا تنطوروا المنتوج ديالنا الوطني. لكن ما بغى يكون الحال، واللي جميل ان المشاهدين ديالنا رغم بعد الضعف بعد البرامج تتلقاه تتبع الانتاج الوطني، وهذا تعبر على روح المواطنه وحب الثقافه المغربيه، فهذا شيء كبير. وحنا تنتمنى اننا تحنا نرتقيو بالاعمال ديالنا الى ما هو احسن، ونكونوا في المستوى ديال تطلعات الجمهور المغربي. فما قيل على مثلا على المسلسل المكتوب ان الناس كاين اللي معاه، وكاين بعض الناس اللي هضروا على هذيك الشخصيه ديال الشيخه، فانا تنقول لهم بان الشخصيه راه حتى هي انسانه، حتى هي مواطنه، حتى هي فنانه، عطات الكثير، وانها ماشي عطات كلمات اللي كان فيها قوة ديال النضال، قوة ديال المقاومة. فما يمكنش أننا نجيو اليوم ونقولوا بأن هذه الشخصية ما يمكنش لها تطرح تحت المجهر، وما يمكنش لها أن تطرح دراميا. فهذه الشخصية هذه عانت الكثير، عانت الكثير من داخل الأسرة ومن خارج الأسرة، فما يمكنش أننا نطرحوا مشاكلها وهمومها. فهذه إنسانة اللي متعت جماهير كبيرة، لجيت نعد لكم مجموعة من الفنانات اللي كانوا رائدات في الكلمة، رائدات في الأغنية الشعبية، رائدات في العيطة، رائدات في مجموعة من المجالات، وكاين فنانات شيخات اللي كونوا بيت، كونوا أسرة، ورباوا أجيال اللي في المستوى الآن. فعيب وعار أننا نهضروا عليها بأشياء اللي مخلة ونبدوها حشومة وعار. فحتى في المسلسل اللي جيتوا تشوفوا أنه تطرح هذه المشاكل، هذه المشاكل ديال المعاناة هاد الفنانة ولا هاد المهنة ديال هاد الفن ديال التشيق. فما يمكنش ان اليوم يجيو الناس ويبداو انهم يوجهونا او يقولوا لا وحرام وكذا، اش نديروا؟ هذا ماشي حرام. كما تنطرحوا هذه المهنه، تنطرحوا مجموعه من المهن، تنطرحوا مهنه القضاء، مهنه المحاماه، مهنه الطب، مهنه يعني جميع المهن تنطرحوها تحت المجهر وفي الدراما المغربيه ديالنا. فما يمكنش اليوم نقولوا لا، ممنوع ان نطرحوا مثل هذه المهن، ما نطرحوهاش. ف تنقول لهم كفى كفى، وخليوا الفنانين يقولوا كلمتهم ويطرحوا قضاياهم، وممكن انكم تنتقدوا، ولكن يكون نقد ايجابي باش نطوروا الاعمال ديالنا، هذا هو الاهم. انا دائما تنامن بالنقد ولا اخاف النقد، النقد مدرسه تنستافدوا منها. دونك ما يمكنش الفن يمشي بدون نقد، راه ما يمكنش، لان الكمال لله كما قلنا، كمال لله. حنا دائما تنقولوا للناس ينقدونا ويقولوا لنا العيوب ديالنا، فهذا شيء طبيعي، فتنعيشوا به وكذا مننا، وتنستمروا به وتنتنفسوا به وتنطوروا حتى الاعمال ديالنا به. ف تحيه لجميع الفنانين اللي شاركوا في هذه البرامج الرمضانيه، وتنقول لهم كل عام وانتم بخير. فالبرامج كاين مستوى صاعد وكاين مستوى نازل، هذه سنه الحياه، دونك ما يمكنش اننا نلقاو كل شيء مزيان، راه ولادك كاين اللي تكون مزيان وكاين اللي تكون خايف، هذه هي الحياه. وتحيه لكم وعيد مبارك سعيد. وكل